هنا ده مهاجم مميز بيعرف ازاي يقف على كورته. بص تاكيدا لكلامك برضه يا كابتن اسامه، لان في رسائل. بص دي جماهير مصريه موجوده في الجزائر او جاليه مصريه موجوده في الجزائر، يعني رساله حب لا للتعصب لا للمخدرات، انا مصري بحب الجزائر، يعني اقراوا التاريخ اهلاوي. الحاجات دي يعني بتبقى حلوه جدا رغم انها ممكن تبقى موجوده في المدرجات بشكل مش كامل قوي يعني، لكن رسائل حلوه. ما دي رسائل من النادي الاهلي زي ما انا قلنا، الاستقبال بتاعهم. الجزائر النهارده، الجزائر في واحد فاتح بيته للجماهير المصريين بيقول دول اخواتنا. الجزائر طول عمرها كانت حلوه جدا، لو جت في فتره هي بتبقى فتره عابره، ما فيش مشكله. وظهر برضه يعني. وخلي بالك العلاقه الطيبه تمثل من المسؤولين، لما نشوف الكابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيبعت برقيه تعزيه للرئيس وفاق الصيف، فانت خلي بالك بيبين مدى العلاقات. ورد الراجل رد غير عادي، جميل، مش بيننا دين يعني. احنا يعني تكمله الامور الفنيه سيد، الخط الهجوم اللي فاق الصيف هو بيمثل